كاميرا لايتسو التقت بالفنانة تارا عماد في لقاء خاص. طبعا تارا في حالة من النشاط الفني الكبير اليومين دول، عندها مسلسلين في رمضان، أولهم مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان واللي هتعمل فيه دور الصعيدية لأول مرة، كمان مسلسل ضد الكسر مع النجمة نيلي كريم. طبعا اللي ما يعرفش تارا بدأت العمل في الفن من الإعلانات، وكانت الإعلانات بوابة لدخولها المجال الفني، وكان وقتها سنها صغير جدا. كمان حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات سنة 2010، وعلى الرغم من سنها الصغير فهي عندها نضج ووعي فني كبير جدا في اختيار أدوارها. تعالوا نشوف كواليس لقائنا معها. شفتي كلامك عامل ايه فيا؟ عمري ما هزهق منك. انا قصدي عايزه اشوفك كل يوم كل دقيقه، وانت يفرق لك قوي. انا حاسه ان حبي ليك ده اكبر من الكلمه ذات نفسها. طب ما رجاله كمان حلوه قوي. الفنانه تارا عماد واحده من فنانات جيل الشباب اللي حققت نجاحات كتيره جدا، وشاركت في اعمال مهمه زي تراب الماس والفيل الازرق 2 ومسلسل صاحب السعاده مع الزعيم عادل امام. معلش بقى يا بيجو، اصل الامور كانت ملخبطه شويه، بس هو جاي عشان يصلح. ها تحب هو يجي قبل حضرتك امتى بقى؟ يا دي نعمل بيه ايه؟ انا لسه عرفت عنه حاجه. كمان شاركت الفنان احمد عز في مسرحيه علاء الدين. بالإضافة لنجاح دورها في مسلسل ونحب تاني ليه رمضان اللي فات. يفرق لي مراد عشان غالية صاحبتي، وما حبكتش تروح للراجل اللي أنا كنت مخطوبة له، ما في الدنيا رجالة كتير قوي وكمان من ورايا. ترى حالياً بتحضر لعدد من الأعمال، علشان كده كاميرا لايتشو قابلت ترى وسألناها في البداية عن مشاركتها في مسلسل موسى واللي هيتعرض رمضان 2021 مع النجم محمد رمضان. مبسوطة جداً إن أنا يعني جات لي الفرصة إن أنا أعمل دور صعيدي، أولاً لأن أنا بحب قوي الأفلام والمسلسلات الصعيدي، فلما ترشحت للدور ده لما المخرج استاذ محمد سلامة كلمني قال لي انا عايزك في مسلسل صعيدي، قلت له انا معاك. هقول لك كده شويه يعني عن الشخصيه، هي من الناس اللي كلمتها قويه قوي، وهي شخصيتها ما بتتهزش خالص، وهي قويه وفي نفس الوقت قلبها كبير جدا جدا جدا، و حبيتها قوي وانا يعني بشتغلها وانا عايشاها كمان. حبيتها قوي لان هي ممكن تكون من اول الشخصيات اللي انا عاملها النقية بشكل جميل جدا جدا جدا، يعني دايما ملهاش حسابات تانية، يعني ملهاش تخطيطات هي بتعملها، هي شخص نقي جدا وده باين في طريقتها، وفي نفس الوقت هي قوية جدا، فحبيتها قوي وانا صراحة يعني بذاكرها وبدرسها وانا بعيشها يعني في المسلسل. ترى هتشارك كمان في رمضان اللي جاي في مسلسل ضد الكسر مع النجمة نيلي كريم. جميلة جدا جدا، ومن الناس اللي انا بحترمها وبحب شغلها وبحب حبها لشغلها كمان. دوري في مسلسل ضد الكسر عجبني لانه هو مختلف ومحتاج طول الوقت بقى مذاكرة، هو بجد طول الوقت، يعني أنا كل شوية بنزود حاجات في الشخصية، بنقعد بقى نشوف لها، هي حقودة قوي، في جزء يعني صفة من صفات الشخصية هي أن هي حقودة، ومن الناس اللي مش بتحب أن هي تعترف بغلطها، بترمي غلطها على كل الناس اللي حواليها. إحساس من بكرة مش جاي، وإحساسك بالمرض اللي عندك ده مخليك مش عايز تعيش أو حتى تعمل أي حاجة لنفسك، مع ان انت بتدي الامل لغيرك. سالناها كمان على الانتشار الواسع للمنصات الرقميه. شايفاها جزء طبيعي يعني من التوسع، من فكره ان احنا بنطور، من فكره التكنولوجيا يعني، فهي ممكن في الاول انا حتى بحاول افتكر من كام سنه، من 4 مثلا سنين، عمري ما كنت هفتح منصه ان انا اتفرج عليها على حاجه لان انا ما اتعودتش، بس دلوقتي ناس كتيره قوي يعني بقت تعرف ان في منصات، بقى متاح ليها ان هي تفتح منصة، بقى متاح فكرة ان هو ما بقاش بس سينما وتلفزيون. كمان اتكلمت عن مشاركتها في مسرحية علاء الدين. اضافت لي حاجات كتير قوي، اضافت لي لان اولا دي اول تجربة ليا مسرح، وانا عمري ما عملت مسرح قبل كده، فقعدت اذاكر كتير قوي، وطاقم الاخراج كله صراحة كان بيساعدني قوي في فكرة بنقف على مسرح ازاي، بنتكلم على ازاي، يعني على مسرح ازاي، الإلقاء، كل حاجة، التمثيل، الأداء اختلف تماما من السينما ومن التلفزيون. أما عن الفيلم القصير حدائق بابل فقالت هي بنت متجوزة حد وبيبقى فيه صراع ما بينهم هما الاتنين ومع عائلتهم، فصراع ده بيحصل في حديقة بابل يعني، وقصة بقى كلها بتنشأ يعني من الحتة دي، فهو معظمه متصور
على جرين سكرين، فكل حاجة بقى فيها تترسم، فأنا كنت حابة أشارك في حاجة زي كده. سألناها كمان عن حبها لممارسة الرياضة. الرياضة بتفرق قوي صراحة، بتفرق مش بس في جسم الإنسان، هي بتفرق كمان في الصحة النفسية، بتفرق قوي إزاي يعني بنت أو ولد بمنظورهم لنفسهم بيختلف لما بيتحركوا بيتمرنوا بيكتسبوا كده قوة من التمرين أيا كان تمرين إيه.